في تقييم لما وصلت إليه العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال هذه السنوات الخمس الأخيرة، اعتبر الوزير الأول عبد الملك سلال في رده على أسئلة الصحفيين أنها عرفت إنجازات كبيرة في سياق اعتماد الجانب الاستراتيجي للشراكة، خاصة في مجال التحويلات البتروكيميائية والطاقات المتجددة، وهذا ضمن سياسة تحسين الاقتصاد الوطني وتنويعه، وهو ما وصفه عبد الملك سلال بالانطلاقة القوية التي ترتقي إلى الإرادة السياسية لقيادة البلدين. إن العلاقات الثنائية بقرار قوي من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس أولاند عرفت خلال طوال السنوات هذه انطلاقة قوية وجديدة، وحسنت فير العلاقات الثنائية وخلقت روح مبادرة. واليوم نأكد وخلال هذا اللقاء مع زميلي بالنسبة للمستقبل فيه آفاق أخرى، فيه آفاق أخرى الأهم والمهم، فيه علاقة ما بين دولتين في عدة مجالات. المجال الاقتصادي تكلمت عليه، تكلمنا مثال على أو زميلي تكلم على مثال على معمل رونو لإنجاز السيارات، ننطلق بعشرين ألف واليوم راه في 60,000 وراح يمشي في مناولة أكثر فأكثر، وخلال الأشهر القليلة المقبلة إن شاء الله لأننا بدينا نوصل إلى نهاية المطاف سنمضي كذلك على اتفاق لإنشاء شركة مختلطة ما بين بيجو بي اس وشركاء جزائريين عموميين وخواص. الوزير الأول عبد الملك سلال أكد في سؤال حول مستقبل المشاريع الثنائية أن تجاوز العراقيل والنقائص كانت خطوة هامة تم التوصل إليها، كما استعرض روح التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسا والتي توطدت بتنسيق جهوي نوعي لمكافحة الإرهاب وإيجاد حلول للأزمات السياسية الإقليمية التي تولد اللا استقرار في المنطقة. من جانب الأمني ففيه علاقة جد وطيدة، فيه تعاون، لأن كما أكد زميلي قضية الإرهاب مازال تطلب وقت كبير، حتى لما انتهيناش من مشكل فلسطين، من قضية فلسطين ومشاكل الشرق الأوسط في سوريا والعراق، الأمر مازال يتطلب جهود كبيرة، ولابد يكون فيه تنسيق على مستوى الجهوي لمكافحة الإرهاب وكل آفات الإرهاب، وكذلك يحل معضلة المشاكل السياسية اللي مازال تتمس بعض الدول واللي هي اللي تولد أو تشارك في توليد الإرهاب. إساشي اون بون فوا بور توت كو سيت ان بيي كي ديريجي إليا كالكان كي تا لابار كي سابيل لو بريزيدون عبد العزيز بوتفليقة. جو نو في ريان سونس لو دوموندي، je ne décide pas sans lui demander. Il faut que tout le monde le comprenne. C'est un pays qui a maintenant ses institutions. Nous avons un parlement qui fonctionne. Nous allons, le 4 mai prochain, renouveler l'Assemblée nationale. Nous avons une institution militaire qui est debout, qui garante la sécurité du pays. الوزير الأول الفرنسي برنار كازنوف بدوره وصف العلاقات الجزائرية الفرنسية بأنها استثنائية من حيث الميكانيزمات التي وضعت لتحقيق مشاريع كبرى، مؤكدا أنه مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية بفرنسا ستتواصل وتيرة التعاون تحت عنوان السلم والتنمية الاقتصادية بين البلدين. dans une nouvelle page de notre histoire commune des projets de coopération extrêmement fructueux. Nous avons reconstruit une relation entre nos deux pays franche, forte et durable. Par-delà ce bilan très riche, nous avons aussi évoqué aujourd'hui avec le Premier ministre Sélal les grands projets qui sont sur le point d'aboutir. Ils vont permettre à la France, qui est ici le premier investisseur hors hydrocarbures, de montrer toute la confiance qu'elle a dans l'avenir de l'Algérie et d'accompagner mieux encore votre pays dans son effort de diversification économique. كما تحدث الوزير الأول الفرنسي مطولا عن نوعية علاقات الصداقة الجزائرية الفرنسية والثقة الكبرى التي تسود بين البلدين.